إذا السلام عليكم متابعينا ومشاهدينا الأوفياء في كل مكان، دمتم بخير. الآن نتواجد بأحد شواطئ إقليم مدينة تطوان، وبالضبط في شاطئ الميناء. إذا كنتواجدوا مع واحد الصديق ديالنا اللي كيتواجد في أحد المحلات اللي تعرفنا عليه اليوم بالصدفة، وتصدمنا من ناحية ديال الأثمنة ومن ناحية ديال الجودة ديال الأكلات اللي عنده. غنتعرفوا أكثر على هذه البلاصة هذه. الحبيب شحال وأنت في هذه المهنة هذه؟ السلام عليكم. بالنسبه لي انا عندي هنايا واحد 18 عام في هذا كنزاول هذه المهنه هذه وفي نفس المكان، والحمد لله كانوا السنوات اللي فاتوا كان اقبال وكان الناس موجودين، والحمد لله الاجواء كما هي كل عام. غير بالنسبه لهذا العام هذا كاين شويه ديال الرواج قليل شويه، والناس الحمد لله باقي ما دخلوش، الناس ديال الخارج والناس ديال الداخل حتى هما باقي ما دخلوش بزاف. مهم الحمد لله احنا مستمرين في العمل ديالنا، وحنا كنحاولوا ما امكن نشطوا الامور ونزيدوا القدام بهاد المدينه المضيق اللي في هذا الشاطئ ديال شاطئ الميناء. اذا الحبيب تكلم لنا من ناحيه الاثمنه، يعني عطينا الاثمنه ديال الطواجن، الاثمنه ديال بوكاديوس طاكوس اللي عندك كل الاثمنه. بالنسبه للاثمنه اللي عندنا هنايا في شاطئ الميناء هي اثمنه مناسبه وجد مناسبه، نقولوا احسن من اللي في وسط المدينه. نقولوا مثلا طاجين او البايلات ولا الفريت ولا الحوت كيتواصلوا واحد الثمن اللي في المدينه في وسط المدينه بواحد الثمن اللي زايد على المينا هنايا. مثلا بحال فريت الحوت كتكون في المضيق ب 100 ولا 120 درهم، هنايا كتكون غير ب 80 درهم. وفريتوره تبارك الله كتكون عمراء والحوت طري. ومن ناحية الطراوة الحمد لله احنا كنتواجدوا في واحد البلاصة اللي البحر ديالها معروفة تبارك الله على الصعيد الوطني ومن أجمل الشواطئ اللي كاينين في المدينة. والحمد لله على كل حال حنايا الأثمنة جد مناسبة، وكنرحبوا بأي واحد وكنطلبوا من الإخوان يزيدوا يجيو عندنا، مرحبا بهم. واخا الحبيب بالنسبة للأثمنة ديال الطواجن بين وبين؟ بالنسبة للطويجنات ديال إن بيرسون كتما كنبداوها من 25 درهم، حتى الطواجن اللي كنقولوا مثلا ديال لي سبادون ولا ديال الكروفيت بيل اللي كتوصل حتى ل 50 درهم ديال ان بيرسون، هادو ما اغلى ثمن ديال الطواجن. وبالنسبه للجوده ديال الماكولات اللي عندك هنا؟ الحمد لله الجوده ما نهضروش فيها، احنا كنتواجدوا اصلا في الشاطئ والحوت كيجينا ديما من البحر اللي البحر قريب لينا، وعندنا البور المرسى درينكون، وعندنا الحمد لله العرايش قريبه، كل شيء قريب، طنجه قريبه، والحوت ديالنا الحمد لله مقبول في الصعيد الوطني كامل، وتا الناس الخارج كيعجبهم الحوت ديالنا والحمد لله على هذا الرزق هذا. لاحظنا الحبيب مؤخرا واحد مجموعه الناس اللي كيتسموا في المحلات، شنو هو السبب في النظر ديالكم ديال التسمو ديال الناس هذو؟ من ناحيه انني كمزاولين هذه المهنه هذه عدم انتباه والسلام، هذا الشيء هذا ماشي زعما من ناحيه الماكولات اللي كتكون مسمه ديجا مسمه او المعلبات، ممكن تكون غير عدم انتباه وتخلي المايونيز ولا تخلي بحال مطيشه والبصله ولا كانت مخلطه مع بعضها راه كتعطي واحد الحموضيه، ولا صوص طوماط الا بقات منزله مع البوطه ولا هذه ممكن تسخن غير في ثلاثه ساعات انها تحمض، واخا تكون عاد صايبات بثلاثه ساعات ممكن تحمض. مرحبا. كلمه ختاميه؟ كلمه ختاميه كنوجه الناس شاطئ الميناء وكنقول لهم مرحبا بكم وكنرحبوا بكم، وتجيو عندنا النمره 18 محل في المينا النمره 18 عند الشيف خالد والشيف عزيز على الراس والعين، وكنرحبوا بجميع الناس اللي كيجيو عندنا. كن دائما على اطلاع باخر الاخبار والتطورات عبر جريده بريس تطوان.